السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. اليوم سنكون مع مثل من الأمثال العربية، وهذا المثل اخترته ضمن الأمثال التي وضعتها في كتابي تعلم العربية من الأمثال. ومن يرغب في شراء هذا الكتاب فهو موجود في متجر القناة، ومتجر القناة اسمه أتقن العربية، متجر أتقن العربية، أنشر فيه كتبي ويمكنكم الحصول عليها وشراؤها من ذلك الموقع، وسأضع رابط الموقع في صندوق الوصف description وكذلك في أول تعليق تحت هذا الفيديو. مثل اليوم: إنك لا تجني من الشوك عنبا. قال هذا المثل أكثم بن صيفي، وهو أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث التميمي، أشهر حكماء العرب في الجاهلية على الإطلاق، وأحد المعمرين. وعندما نقول من المعمرين أي أنه عاش زمنا طويلا. كان هذا الرجل سيدا من سادات العرب، وكان حكيما وفارسا شجاعا، وكان مستشارا خبيرا. وقد قيل إن الملوك والرؤساء كانوا يستشيرونه لسماع حكمه ونصائحه، إذ كان من الخطباء البلغاء والحكماء الرؤساء الذين بلغوا في الحكم بين الناس مبلغ الرئاسة. ماذا تعني هذه العبارة؟ الذين، يعني كان من الأشخاص الذين بلغوا في الحكم بين الناس مبلغ الرئاسة، أي أنه لم يكن أميرا ولم يكن ملكا عليهم، ولكن من شدة أو من كثرة لجوء الناس إليه وكثرة الذين يأتون إليه ليأخذوا من نصائحه صار بمكانة الرؤساء، كأنه رئيس وصل إلى مبلغ الرؤساء، أي وصل إلى المستوى الذي يكون فيه الرؤساء والحكام. كان يضرب به المثل في أصالة الرأي ونبل العظة ورجاحة العقل. صاحب رأي سديد عنده رجاحة عقل، أي أنه يعمل الأعمال العقلانية التي لا تخرج الرجل عن مروءته. هذا الحكيم العربي كان يقول الكثير من الأمثال العربية، ومثلنا اليوم الذي أعيده على مسامعكم: إنك لا تجني من الشوك عنبا. لكن ما معنى مفردات هذا المثل؟ المثل مكون من كلمات: إنك لا تجني. عندنا كلمة تجني من الفعل جنى، عندما نقول جنى الثمر أي قطف الثمر، حصل على سقى الأشجار وبعد ذلك حصل على الثمار وقطفها من الشجرة، فنقول جنى المحصول، أي حصل على نتيجة تعبه. إذن جنى حصل أو قطف ثمرة تعبه. والشوك كما تعرفونه يكون مثل رأس الإبر، رأسه مثل رأس الإبر، ويكون في بعض الأشجار وبعض النباتات، وإذا لامس الجلد يؤلم مثل الإبر. إذن هذه هي المعاني الأساسية المكونة لهذا المثل: إنك لا تجني من الشوك عنبا. والعنب كما تعرفون فاكهة مشهورة. لكن ما المعنى العام للمثل؟ يعني هذا المثل عندما أسمعه ماذا أفهم؟ تفهم منه أنك لن تحصل من الشوك الحاد الرأس كالإبر، لن تحصل على عنب طري. العنب يمتاز بطراوته والشوك بقساوته، فهل إذا جئت إلى الشوك تستطيع أن تستخرج من الشوكة عنبا؟ هما متضادان. هذا المعنى العام الحرفي للمثل. لكن ما الغاية من هذا المثل؟ ولمن يقال هذا المثل؟ هذا المثل يقال عندما يعامل الإنسان إنسانا آخر. أنت تقوم
بمعاملة شخص، تعطيه المعروف، تقدم له المساعدة، تفعل معه أشياء جيدة جدا، لكن هذا الإنسان سيء الخلق، سيء التربية، فعندما تقدم له كل هذه الأمور فإنه لن يعطيك الخير، بل سيكون مثل الشوك، سيؤذيك. أي أن هذا الشخص الذي تقدم له المعروف إذا كان سيء الخلق، سيء التربية، سيء الأصول، فإنك لن تحصل منه إلا كما تحصل من الشوك على الأذى، فهو سيكون مؤذيا لك. هذا المعنى نجده في كتاب الأمثال لعالم اسمه الميداني، فعلق الذي علق على هذا المثل وبين أن معناه أن الشخص السيء لا يمكن أن تجد عنده شيئا جيدا، فيقول إنك لا تجني من الشوك العنب، أي إنك لن تجد أو لا تجد عند ذا المنبت السوء جميلا. المنبت السوء يقصد به عند من نشأ في بيت سيء وربي تربية سيئة، لن تجد منه جميلا. ألا ترون هذا المثال ينطبق على صور ربما تعرضتم أنتم لها، أو ربما حكاها أهلكم لكم، أنهم قدموا معروفا إلى أشخاص فقابلوهم بالإساءة، وعندما حزنوا جاءهم أشخاص وقالوا كل إنسان يعاملك وفق تربيته، أي وفق المنبت الذي نبت فيه، وفق المكان الذي ربي فيه. كم هناك من أشخاص تعطيهم وتعطيهم وتقدم لهم كل شيء، ولكنهم لا يقابلونك إلا بالسوء. كما أن هذا المثل يمكن أن يستعمل لشخص سيء، يعني هناك شخصان يقال لهما هذا المثل، الشخص الأول الذي يقدم معروفا لشخص سيء، ويقال أيضا هذا المثل للشخص السيء الذي يزرع السوء ويحاول أن يوجد الأضرار للأشخاص، فهو يظن أنه إذا وضع في طريق الناس المعوقات واحتال كي يسيء إلى الناس أنه سيحصل أشياء جميلة. فنقول له إنك لا تجني من الشوك، أي من عملك السيء، عنبا. هذا العمل السيء الذي تقوم به لن تجني منه، أي لن تحصل منه إلا على الأذى. أمثال عربية تشبه هذا المعنى، المعنى الذي قلت لكم أن الشخص الذي يريد أن يسيء إلى الناس ثم يأتي السوء إليه، يقال من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ومن قريب منه المثل المشهور لا تحصد إلا ما زرعته يداك. وأما بالنسبة للشخص الذي يحسن ويحسن ثم يأتيه هذا الذي ربي تربية سيئة، يأتيه بالسوء، فإن هناك بيتا شعريا لأبي الطيب المتنبي، أشعر شعراء العرب، يقول فيه إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يعني أنت إذا قدمت معروفا إلى الشخص الذي ربي عند أهل الأصول وربي في بيئة طيبة، فإنك ستكسب هذا الكريم، لأنه سيكون معك كريما كما أنت وربما أكثر. لكنك إذا أكرمت اللئيم الذي يربى تربية سيئة فإنه سيتمرد وسيزداد في الطلب وسيسعى للحصول على أشيائه، حتى لو لم يكن له من سبيل إلى الفائدة إلا أن يؤذيك. هذا المثل الصغير الذي يقول إنك لا تجني من الشوك العنب، رسالة حياتية لكل إنسان يريد أن يعيش في هذه الحياة حياة طيبة، يريد أن يعيش حياة يذكر فيها بالخير ويشار إليه بالبنان، يقال فلان هكذا، يشار إليه بالبنان. هذا الفلان هو
شخص كريم الأصل، شخص ذو منبة صالح. عندما تسمع هذا المثل فإنه يمنعك من الإضرار بالآخرين، وإنه يواسيك إذا أضر بك الآخرون. ولذلك سأقدم لكم الآن جملا عربية استعملت فيها هذا المثل لتعينكم أو لتبين لكم كيف نستطيع أن نستخدم هذا المثل في كلامنا، في كتابتنا، في أحاديثنا. أول جملة تقول: لا تحزن بسبب إساءة هذا الإنسان لك، لأنك أخطأت أصلا في صداقته، وأنت تعلم تربيته السيئة، فلن تجني من الشوك العنب. الجملة الثانية: سبحان الله، كان يحيك المؤامرات ويزرع الشر لغيره، فكانت نتيجة عمله الخسران المبين. كما قال المثل العربي: إنك لا تجني من الشوك العنب. لا تنتظر أيها الصديق، في نهاية هذا اللقاء أقول لكم، لا تنتظر أيها الأخ ولا تنتظري أيتها الأخت خيرا من الذي ربي في منبة سيء، من الذي ربي في بيت كان فيه أبوه أو أمه من الحاقدين، الحاسدين، الطامعين بما في أيدي الناس. ابن هؤلاء وبنتهم إذا كان زوجا فسيكون سيئا، وإذا كان شريكا في عمل فسيكون سيئا، وإذا كان زميلا في وظيفة فسيكون سيئا. وتلك البنت التي تربى في منبة السوء إذا كانت زوجة فستكون زوجة سيئة، وإذا كانت زميلة لك فستكون زميلة سيئة، وإذا كانت شريكة في عمل لك فستكون شريكة سيئة، لأنك ولأنك لن تجني من الشوك العنب. أتمنى أن يكون هذا اللقاء مفيدا لكم، وإلى أن ألقاكم مع مثل قريب أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.